السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث إعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم في منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء ديب، معلم أول علوم بمحافظة مطروح. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض حلقات المراجعة العامة على منهج العلوم، وهنكمل مع بعض حل بعض الأسئلة على منهج اللي وردت في امتحانات المحافظات في الأعوام السابقة. وتابعوا معايا اول باول كده ونشوف الاجابات بتاعت حضرتك. السؤال الاول بيقول: مصطلح علمي، اكتب المصطلح العلمي دال على كل عباره من العبارات الاتيه. اولا، نقطه وهميه في بطن العدسه تقع على المحور الاصلي لها في منتصف المسافه بين وجهيها. نقطه وهميه في بطن العدسه. النقطه الموجوده في بطن العدسه دي كان اسمها ايه يا شباب؟ كان اسمها مركز. بس مركز ايه بقى؟ المركز البصري للعدسه. السؤال الثاني بيقول: تكاثر لا جنسي يتم باستخدام الأعضاء النباتية المختلفة ما عدا التكاثر لا جنسي، يتم باستخدام الأعضاء النباتية المختلفة عدا البذور. التكاثر اللا جنسي اللي كان موجود في النبات كان اسمه تكاثر إيه؟ كان اسمه تكاثر خضري. ناخد بالنا إنه لما يجي يقول لي بقى التكاثر الجنسي في النبات عن طريق، غالبا بيقول لي في النباتات الزهريه يتم التكاثر الجنسي في النباتات الزهريه عن طريق ايه، فيفضل هنا حضرتك ما تكتبليش البذور، لان التكاثر ما بيتمش عن طريق البذور، التكاثر الجنسي بيتم عن طريق الامشاج. السؤال الثالث بيقول لي: مرض يصيب العين ويسبب صعوبه في الرؤيه نتيجه اعتام عدسه العين. طالما قال لي اعتام عدسه العين، العدسه ما بقتش شفافه، اذا انا بتكلم على مرض الكاتاركت او مرض المياه البيضاء. لو انتوا فاكرين، مرض الكاتاركت كان بينشا نتيجه الامراض المزمنه او اعراض جانبيه لتناول بعض العقاقير الايه الطبيه او كبر السن، وكان بيعالج بنزع عدسه العين واستبدالها بعدسه بلاستيكيه عن طريق طبعا التدخل الايه الجراحي. لو في اي اسئله عند حضراتكم ابعتوها لي وانا هشوفها اول باول. انا متابعه الاجابات، ويا ريت نبعت الاجابات بقى مع بعض كمان، عايزه اشوف الاجابات. السؤال اللي بعده بيقول لي: مجموعه مكونه من 4 كروماتيدات تنشا من تقارب كروموسومين متماثلين من بعضهما. طالما قال لي من 4 كروماتيدات يبقى اعرف على طول هي دي الاجابه، المجموعه الرباعيه، لانها اتسمت كده اصلا عشان خاطر وجود 4 كروماتيدات. طيب لو حضراتكم فاكرين، المجموعة الرباعية بيبدأ ظهورها امتى؟ بيبدأ ظهورها في الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. يبقى هي مش موجودة في الانقسام الميتوزي، هي موجودة في الانقسام الايه الميوزي. تتقارب المجموعة الرباعية من بعضها، التقارب ده بيحصل ليه؟ عشان يبدأ حدوث ظاهرة العبور اللي هي مسؤولة عن تنوع الصفات الايه الوراثية. السؤال اللي بعد كده كان بيتكلم عن العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية أقل من السرعة الابتدائية. يبقى أنا كده بتكلم على إن عين 2 أقل من عين 1، يعني السرعة عمالة تقل تدريجيا بمرور الزمن. فكده معناها إن أنا بتكلم على عجلة إيه بقى؟ عجلة منتظمة سالب. بس هنا لو خدتوا بالكم، هو ما تكلمش على ان التغير ده تغير منتظم، يعني ما قاليش تتناقص سرعته بمقادير متساويه. فانا هنا ما اقدرش ان انا اقول له عجله منتظمه، فهكتفي بس بكلمه العجله الايه السالب. في اجابه سؤال زي ده في المصطلح العلمي انا ما اقدرش اقول عجله منتظمه سالبه، لانه ما جابليش كلمه، ما جابليش اي حاجه تدل على ان التغير هنا تغير منتظم. فالعجله هنا عجله ايه سالبه، لان السرعه بتتناقص بمرور الزمن. طبعا في السؤال اللي زي ده لما اجي احسب الدلتا عين هلاقي ان اشارة الدلتا عين سالبة، وبالتالي قيمة جيم في النهاية برضو بتطلع لي ايه. قرص غازي مسطح مستدير يفترض انه كون كواكب المجموعة الشمسية. قرص غازي مسطح مستدير ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بحاجة اسمها السد. يلا نكمل سوا. السؤال اللي جاي هو: علل لما يأتي. اولا، يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح أثناء الطيران. ليه ببقى محتاجة إن أنا أعرف السرعة واتجاهها؟ لأن اتجاه الرياح بيفرق معايا في معرفة إيه بقى؟ في معرفة زمن الرحلة وكمية الوقود الإيه المستهلكة. لو أنا بطير في نفس اتجاه الرياح، معناها إن زمن الرحلة بتاعي بيقل وكمية الوقود المستهلكة
بتقل كمان، سرعة الطيارة بتزيد والعكس صحيح. يبقى لحساب زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلك. السؤال اللي بعده بيقول لي على برضه ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا. عدد الكروموسومات ليه ثابت؟ ليه كلنا كإنسان كنوع واحد عندنا 46 كروموسوم في كل الخلايا الجسدية بتاعتنا؟ جت منين؟ لأن 46 دول جم 23 من الأب و23 من الأم، حصل عملية الإخصاب عشان يديني ال 46 إيه كروموسوم. طب لو أنا هطبق على كل الكائنات الحية، فنون من الأب، نون كروموسوم من الأب مع نون كروموسوم من الأم عشان يديني زيجوت 2 نون ينمو لجنين، وبالتالي يظل عدد الكروموسومات ثابت. يبقى ليه ثبات عدد الكروموسومات؟ لأن التكاثر الجنسي بيحدث عن طريق اتحاد مشيج مذكر ومشيج مؤنث، يحتوي كل منهما على إيه؟ على نصف المادة الوراثية، نصف عدد الكروموسومات، عشان يديني في النهاية خلية زيجوت تحتوي على المادة الوراثية كاملة. السؤال اللي بعده بيقول لي على لا تتكون صورة لجسم موضوع عند بؤرة مرآة مقعر. تعالوا نجاوب. عند بؤرة المرآة، لو انتوا فاكرين، إذا وقف الجسم عند بؤرة مرآة مقعرة فالأشعة إيه اللي بيحصل لها؟ بتخرج أو بتنعكس من المرآة متوازية للمالانهاية، فتظهر الصورة في هيئة بقعة ضوئية للمالانهاية. يبقى لأن الأشعة تنعكس متوازية إلى ما لا إيه؟ نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في الشكل المقابل سقط شعاع ضوئي على المرآة A بحيث كان موازي للمرآة B، عايز يتتبع مسار الشعاع حتى ينعكس عن المرآة B ويحسب زاوية الانعكاس عنها. يبقى أنا عندي شعاع قدامكم أهو سقط على المراية A، والشعاع ده موازي للمراية B، عايز يحسب زاوية انعكاسه هنا. هديكم ثواني تفكروا في الإجابة وتبعتوها لي. يلا سريعا يا شباب، تعالوا نشوف. أنا مش فاكرة الإجابة، أنا هحلها معاكم حالا. الشعاع ده موازي للمرآة B وعندي هنا زاوية ب30، فأول حاجة أعرفها إن طالما الشعاعين دول متوازيين يبقى الزاوية دي تساوي الزاوية اللي فوق هنا دي بالتناصر. يبقى إذا أنا عندي قيمة زاوية أنا عرفتها اللي هي الزاوية دي. طيب أنا عشان أعرف الشعاع ده هينعكس إزاي لازم الأول أعرف زاوية سقوطه على المراية دي بكام، فأعمل عمود مقام من نقطة سقوط. عمود مقام يعني الزاوية دي كلها ب90 درجة. معنى كده إن الزاوية هنا قيمتها كام يا شباب؟ الزاوية دي هتساوي 90 ناقص 30 يعني هتساوي 60 درجة. يبقى أنا عندي الزاوية دي ب60 اللي هي زاوية السقوط على المرآة A. ولا خلينا نرسمها مع بعض قبل ما أوريكم الرسمة كاملة. يبقى هنا الزاوية بكام؟ ب60 اللي هي زاوية سقوط على المرآة A. طيب تعالوا نشوف زاوية انعكاسه بقى عنها. إحنا اتفقنا إن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، يبقى هنا دي 60 ودي 30، أصبح عندي ده مثلث. مجموع زوايا المثلث تساوي كام؟ مش 180 درجة؟ يبقى أنا عندي منهم زاويتين، دي ب30 ودي ب30، يبقى فاضل الزاوية دي أعرفها بكام؟ يبقى الزاوية اللي تحت دي تساوي كام يا جماعة؟ 180 ناقص نفتح قوس 30 زائد 30. خليني بس اظبط رسمه الشعاع اللي تحت ده عشان خاطر الزاويه بتاعته مش 60 مظبوطه عشان ترجع تطلع معايا الرسمه كويس. يبقى الزاويه دي ب30 ودي ب60. خلاص احنا اتفقنا ان الزاويه الثالثه اللي طالعه بقى الاخيره هتطلع بكام؟ 180 ناقصها 60 يعني تساوي 120 درجه. يبقى الزاويه دي كلها ب120 درجه. معنى كده ان انا محتاج اعمل عمود مقام. لما اعمل عمود مقام هتلاقوا ان العمود المقام اترسم ونص وقسم لي الزاويه دي الى زاويتين. ادي العمود المقام الجديد، يبقى ده الشعاع الساقط وادي العمود المقام. الزاويه دي 90 درجه والزاويه دي كلها على بعضها 120 درجه. يبقى زاويه السقوط هنا بكام؟ ب 120 ناقص 90 يعني ب30 درجة. يسقط الشعاع على المراية اللي تحت بزاوية 30، إذن هو هينعكس عنها بزاوية 30 برضه.
ما فهمناش لان الرسمه هنا اتلخبطت، فخليني اوريها لكم على الرسمه الثانيه. اتفقنا ان الزاويه دي تساوي الزاويه اللي فوق بالتناصر، وعملنا دي 30، عملنا عمود مقام، يبقى هنا 60 60 و60 ودي 30 زي لحد كده. اظن انتوا كنتوا فاهمين الجزئيه دي تمام، ولا في حد عايزني اعيدها؟ طيب اجي انا بقى اشتغل في الجزئيه اللي تحت دي اللي انتوا كلكم تهتوا فيها. هنشتغل فيها ازاي؟ بمنتهى البساطه، انا عندي ده مثلث، مجموع زوايا المثلث كام؟ 180 درجه. طب انا واخد منهم كام؟ واخد منهم 30 هنا و30 هنا، يبقى اذا الزاويه الثالثه اللي فاضله اللي هي الزاويه الكبيره خالص دي بكام؟ هتساوي 180 ناقص الزاويتين اللي عندي 30 وال30، يعني هتساوي 180 ناقص 60 بكام؟ ب 120 درجه، زاويه منفرجه، الزاويه دي قيمتها 120 درجه. طب انا عايز احسب زاويه السقوط، اعمل ايه بقى عشان احسب زاويه السقوط؟ اعمل عمود مقام من النقطه اللي انا سقطت فيها. لما اجي ارسم عمود مقام معنى كده ان الزاويه دي كام؟ 90 اهي، الزاويه الصغيره دي ب 90، يبقى الزاويه المتبقيه هنا دي بكام يا شباب؟ الكبيره اللي هي 120 نطرح منها ال 90، اتبقى كام؟ يبقى الزاويه دي قيمتها ب 120 ناقص ال 90 يعني ب 30 درجة، هنا 30 درجة. نمسح الكلام عشان تشوفوا أنا بكتب فين. يبقى الزاوية دي إحنا طلعنا قيمتها خلاص ب 30 درجة. هي مش الزاوية دي تمثل زاوية السقوط على بي؟ طب فين زاوية الانعكاس؟ يلا نرسم الشعاع المنعكس. يبقى إذا زاوية الانعكاس بكام هي كمان؟ تساوي زاوية السقوط، يعني تساوي 30 درجة. يلا لو في حد عنده أي مشكلة في الإجابات اللي أنا كتبتها دلوقتي أو في المسألة دي يبعت لي قبل ما أنتقل لأي حاجة تانية. يلا بينا نكمل. السؤال الجاي بيقول لي صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تساوي كام؟ يلا سريعا يا جماعة الإجابات. عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة فإن سرعته تكون غير منتظمة. يبقى لما الجسم يكون ماشي بعجلة منتظمة ده معناها إن السرعة بتتغير بمرور الزمن. السرعة بتزيد أو بتقل. يبقى الجسم لما يتحرك بعجلة منتظمة معناها إن السرعة بتكون سرعة إيه؟ غير منتظمة. إذا كانت نواة حبة لقاح تحتوي على 10 صبغيات فإن نواة خلية الورقة هتحتوي على كام؟ هنا لما أجي ألاقي سؤال زي ده لازم أول حاجة تيجي في تفكيري النون بكام والاتنين نون بكام؟ نواة حبة لقاح، حبة اللقاح دي كانت من النون ولا الاتنين نون؟ حبة اللقاح كانت النون. يبقى النون 10 صبغيات. معنى كده ان الاتنين نون 20 صبغي. طب خلية الورقة دي نون ولا اتنين نون؟ خلية الورقة اتنين نون. يعني معنى كده انها تحتوي على ايه؟ تحتوي على اما ان انا اكتب 10 ازواج من الصبغيات او اكتب 20 من الصبغيات. هنا بقى اكتب مين فيهم يا شباب؟ اللي لايق على الجمله اكتر. لو خدتوا بالكم ان اللي لايق على الجمله هنا هيبقى ايه؟ 10 ازواج من الصبغ. طب يا مس ما هو شدت خط تحت كلمه ازواج، مفيش مشكله، بس تعالي انت كده حطيها 20 صبغي، تعالوا انتوا كده حطوها 20 صبغي وشوفوا الجمله، هتلاقوا مش لايقه خالص. اذا كانت نواه حبه لقاح تحتوي على 10 صبغيات فان نواه خليه اوراقه تحتوي على 20 صبغي من الصبغيات او على 20 من الصبغيات، مش لايقه. فاللي هتلاقيه هنا اكتر كلمه 10 ازواج من الصبغ. لو كتبتها الثانيه مس تتحسب لي صح ولا غلط؟ تتحسب لك صح برضو، بس يعني ايه الافضل ان انا لما اجي اشوف جمله صح وغلط او جمله صوب او جمله اكمل لازم في النهايه احس ان الجمله لايقه. السؤال اللي بعده: سيارة متحركة تقطع مسافة قدرها 200 كيلو في 150 دقيقة تكون سرعتها كام؟ خدوا بالكم بقى إن هنا التصويب هو شادة خط تحت الرقم ولكن سايبها بوحدة الكيلو متر على الساعة، إذا أنا هنا لازم أحول الدقايق دي لساعات. يبقى أول خطوة عندي الـ 150 على الـ 60، يبقى أول خطوة هي خطوة تحويل 150 على كام؟ على الـ 60، يعني 2.5 ساعة. يبقى الزمن 2.5 ساعة. معنى كده ان السرعة تساوي كام؟ احنا عايزين السرعة عين تساوي
ف على زي، يعني تساوي المسافة كام؟ 200 على الزمن باتنين ونص، يبقى 200 على الاتنين ونص هتساوي كام؟ هتساوي 80 كيلو متر على الساعة. فاطمة في السؤال اللي فات بعد إذنك أنت ما حددتيش، يعني أنت كتبتي لي 20 بس ما قلتليش إيه؟ صبغي ولا أزواج؟ هنا تتحسب غلط، لأن هو مش هيبقى فاهم أنت تقصدي مين فيهم وبالتالي يحسب. تعالوا نكمل. تتكون الجراثيم في فطر عيش الغراب داخل أكياس خاصة تسمى إيه بقى؟ هنشيل كلمة المبيض وهنغيرها. تتكون الجراثيم في فطر عيش الغراب داخل أكياس خاصة تسمى إيه؟ الأكياس اللي بتستخدمها معظم الفطريات في التكاثر كانت تسمى بالحوافظ الجرثومي. سؤال رقم 5، أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت. أقصر مسافة في اتجاه ثابت، ده تعريف إيه يا شباب؟ ده تعريف الإزاحة. أقصر مسافة طبعاً إحنا لسه قايلين إنها إيه؟ إنها الإزاحة. لو قال لي طول أقصر مسافة أو طول أقصر خط مستقيم فده إيه؟ مقدار الإزاحة. دايماً وأنا بشتغل بقول لكم الحاجات المتشابهة عشان ما نلخبطش. نشر العالم مين بحث بعنوان نظام العالم؟ لنشر بحثه بعنوان نظام العالم، ده كان لابلاس اللي وضع فيه أسس النظرية بتاعته اللي هي نظرية السديم. نظرية السديم كانت بتقوم على فكرة إن المجموعة الشمسية أصلها كرة غازية متوهجة، كان اسمها الإيه؟ السديم. نرجع نفكركم إن عندي تشامبرلين ومولتن كانوا بيأسسوا نظرية النجم العابر اللي أصلها نجم الشمس، وفريد هويل صاحب النظرية الحديثة اللي كانت بتقول إن الشمس كانت موجودة ونشأت باقي الكواكب من نجم آخر غير الشمس. السؤال الجاي، ماذا يحدث عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة في نصف الزمن؟ فاكرين السؤال ده كنت بحله ازاي؟ أنا عايزة إجابتكم عليه الأول. جودي هنا التكة بقى في السؤال اللي فات، هي إزاحة ولا مقدار إزاحة؟ عرفتي الفرق ولا لأ؟ لو هو بيتكلم عن طول أقصر خط مستقيم فده هنرجع تاني يا جودي، هرجعك تاني للسؤال معلش عشان تعرفي الفرق. أقصر مسافة في اتجاه ثابت يعني معناها المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت، يعني ده تعريف الإزاحة. لكن لو زود هنا قدامها وقال لي طول أقصر مسافة أو طول أقصر خط مستقيم يصل بين موضع البداية والنهاية، يبقى أنا كده بتكلم على مقدار الإزاحة. لأن أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على طول الخط نفسه، يعني بتكلم على المقدار. فطالما الجملة ما فيهاش كلام عن المقدار نفسه يبقى ما أقدرش أقول إن المقدار إزاحة، ده الإزاحة على بعضها. أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت ده تعريف الإزاحة. هل وصلك يا جود الفرق ما بين الاتنين؟ تعال نشوف كده، عندما يقطع جسم متحرك نفس المسافة في نصف الزمن بالنسبة للسرعة، على طول نرجع للقانون، عين تساوي فاء على زي، وابدأ أعوض نفس المسافة يعني هنحط فاء بواحد، خلال نصف الزمن يعني هنحط الزمن بنص، واحد على نص بكام؟ واحد على نص باتنين، يبقى تزداد، تزداد السرعة للضعف. ماذا يحدث عند سقوط شعاع ضوئي مارا بمركز تكور مرآة مقعرة؟ الموضوع سهل بقى، الشعاع المار بمركز التكور يرتد على نفسه، الشعاع المار بالمركز البصري ينفذ دون انكسار، الشعاع الساقط عموديا على مرآة مستوية بيرتد على نفسه. كل التلات إجابات دول لو جم فعلل إن زاوية السقوط تساوي، في المراية هقول تساوي زاوية الانعكاس تساوي صفر، وفي العدسة هقول تساوي زاوية الانكسار تساوي صفر. وضع الجسم على بعد 8 سنتيمتر من سطح عدسة محدبة مأخوذة من سطحي كرتين قطر كل منهما 16 سنتيمتر. وضح مع الرسم المسافة بين الجسم وصورته مع ذكر خواص الصورة المتكونة. السؤال ده ليه ترتيب في الإجابة، أولا لازم أعرف نوع القطعة البصرية اللي أنا شغال عليها، عدسة محدبة، أبدأ برسم العدسة المحدبة، باء واحد، ميم واحد، باء اتنين، ميم اتنين، وهنا صوت. بعد كده أبدأ أدور على أي معلومة تعرفني المركز بكام والبعد البؤري بكام. قال لي القطر ب 16
القطر ب16، يعني معنى كده ان نص القطر نقسم ال16 دي على 2، يعني نص القطر المركز عند ال8 سنتي، وبالتالي البؤرة عند ال4 سنتي. يبقى مركز التكور عند ال8، البؤرة عند ال4 سنتي. بعد كده ارجع اقرا السؤال تاني، وضع جسم على بعد 8، يعني انا احط الجسم بتاعي فين؟ عند ال8، يعني فين ال8 دي؟ يعني عند المركز. ابدا بقى استرجع ذكرياتي كده، الجسم اللي بيقف عند المركز بتتكون الصوره عند المركز حقيقيه مقلوبه مساويه. الشعاع الاول بيخرج موازي للمحور الاصلي ينكسر مارا بالبؤره، الشعاع التاني بيخرج مار بالمركز البصري لينفذ على استقامته، وتتقابل الاشعه عند المركز عشان تتكون الصوره حقيقية مقلوبة مساوية. طيب هو عايز ايه بقى في السؤال؟ هو عايز حاجتين في السؤال، هو عايز خواص الصورة اللي انا لسه قايلاها بس برضه هعلق على حاجة فيها، وعايز حاجة تانية ما ننساهاش. قال لي عايز المسافة بين الجسم وصورته، فين الجسم اهو؟ فين صورة الجسم اهي؟ طب مش انا عندي المسافة من هنا لهنا 8، ومن هنا للناحية التانية 8، إذا المسافة الكلية ما بين الجسم والصورة كام؟ 8 قبل العدسة و8 بعدها، يعني 16 سنتيمتر. طب خواص الصورة حقيقية مقلوبة مساوية، بس لازم أستخدم الأرقام. صورة حقيقية، الصورة مقلوبة، الصورة مساوية عند المركز دي، لازم أحط كده جنبها بين قوسين على بعد 8 سنتيمتر من العدسة. لو ما كتبتش كده انقص الدرجه. ليه؟ لانه مديني الارقام فلازم استخدمها. يلا نستكمل مع بعض. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطيه. الخط الواصل بين مركزي تكور وجهي العدسه او سطحي العدسه مار بالمركز البصري يسمى ايه؟ الخط الواصل ما بين المركزين الشبك كنا بنسميه ايه؟ المحور الايه؟ الاصلي للعدسه. الخط الواصل ما بين المركزين كنا بنسميه المحور الاصلي للايه؟ العدسة. السؤال اللي بعده، يحدث انقسام نقط لإنتاج الحيوانات المنوية. الانقسام لإنتاج الحيوانات المنوية يعني انقسام ناتج انقسام يؤدي لتكوين أمشاج. فإذا أنا ميوزي، يبقى الميتوزي ده مشطوبة، أي حاجة فيها ميتوزي لأ. طب ميوزي فين بقى؟ مش دي حيوانات منوية يعني أمشاج مذكرة، إذا الميوزي ميوزي في الخصية. من الشكل المقابل نصف قطر التكور بكام؟ ما هو انا لازم اشوف الشعاع ايه اللي حصل له عشان اعرف انا واقف فين. الشعاع ده مر بنقطه معينه ورجع منها موازي، اذا النقطه دي هي باء. بؤرتي بعدي البؤري 3 سنتي، وبالتالي مركزي عند 6 سنتي. اشوف بقى هو عايز ايه. هو عايز نص قطر التكور، اذا هو عايز الرقم ده ال6 سنتي. يقع نظامنا الشمسي في احدى الاذرع نقط لمجره درب التبانه. طبعا في احدى الاذرع الايه؟ الاذرع الحلزونيه لمجره درب. ما أهمية المرآة المحدبة التي توضع على يسار سائق السيارة؟ المرآة المحدبة اللي موجودة على الشمال عند سائق السيارة وظيفتها ايه؟ اتفقنا المرآة المحدبة بتديني صورة معتدلة مصغرة، وبالتالي تستخدم في كشف الطريق. يبقى تكوين صورة معتدلة مصغرة، وبالتالي تعمل على كشف الطريق خلفه بوضوح. ايه أهمية الجسم المركزي في الخلايا الحيوانية؟ الجسم المركزي ضروري لعملية الانقسام الخلوي، لأنه بيكون خيوط الايه؟ المغزل، تكوين خيوط المغزل أثناء عملية الانقسام الخلوي. السؤال اللي بعد كده أكمل. القوة كمية فيزيائية ايه بينما الكتلة كمية فيزيائية ايه؟ السؤال سهل، هستنى إجاباتكم بقى. برافو جماعة الإجابات، الله ينور عليكم، ممتازين ومتفاعلين كويس جدا النهاردة في الحصة ما شاء الله. القوة كمية فيزيائية متجهة بينما الكتلة كمية فيزيائية قياسي. الغازان اللذان أنتجا المجرات والنجوم عبر والكون عبر ملايين السنين هم الهيليوم والهيدروجين بنسبة كام؟ على الترتيب، واحنا عارفين الهيدروجين نسبته أعلى، فنسبة 25 إلى 75 أو نسبة 1 إلى 3 على الترتيب. تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة في الاتجاه، وبتختلف معاها في وحدة القياس. يبقى بتتفق معاها في الاتجاه وتختلف معاها في وحدة الايه؟ القياس. خدوا بالكم ان لو الزمن بواحد ممكن تتفق معها في المقدار، فالافضل هنا ان انا ما اقولش مقدار، انا هنقض نفسي بنفسي اهو،
ما اقولش في الحته دي مقدار، ولكن الافضل هنا ان انا اقول تختلف معاها في وحده الايه القياس، لان انا مثلا لو الجسم قطع ازاحه، لو مشي في خط مستقيم بالمنظر ده كده وقطع ازاحه 5 متر خلال 1 ثانية، فانا ازاحتي الازاحه 5 متر شرق. طب وعين المتجهه بكام؟ 5 على 1 هتساوي 5 متر على الثانية شرقا برضو. وصلت لكم كده؟ فإذا الاتفاق في إيه؟ متفقين دايما في إيه؟ متفقين دايما في الاتجاه. الاتجاه لازم يكون زي بعضه. مختلفين دايما في وحدة القياس. أما المقدار فممكن يبقى قد بعضه أو مختلف عنه. يبقى رجاء هنا محدش يكتب المقدار وانا هحدد الايه القياس. تمام، برافو عليكم. بعض الخلايا الجسديه في الانسان لا تنقسم مطلقا، مش تنقسم ابدا، مثل هنا يفضل الخلايا العصبيه. في ناس بتكتب لي خلايا كرات الدم الحمراء، اتحسب غلط. اتحسب لك صح لو انتوا كتبتوها كرات الدم الحمراء البالغه، ما كتبتش كلمة البالغة احسبها غلط. فهنا الخلايا العصبية إجابة أفضل، وبعضها ينقسم تحت ظروف خاصة مثل خلايا الكبد. مسار الحركة في اتجاه واحد قد يكون، سؤال سهل بقى، مستقيم أو منحني أو كلاهما معا. سؤال بعده، يستخدم الفلكيون عند دراسة الشمس معدات خاصة مرتكزة على الأرض مثل نقط. لدراسة الأجرام السماوية بشكل عام أنا بستخدم معدات مرتكزة على الأرض زي التلسكوبات الأرضية، وهنا طالما ذكر لي الشمس فإذا التلسكوب الشمس، أو محمولة على الفضاء يبقى نختار أحد التلسكوبات الفضائية زي التلسكوب. السؤال اللي جاي هسيبه لحضراتكم، تحركت سيارة من السكون زادت سرعتها 10 متر على الثانية خلال 4 ثواني، بعدين تنقصت سرعتها إلى 5 متر على الثانية خلال ثانيتين. عايزين نحسب أكتر من حاجة، أولا عايزين نحسب العجلة التي تحركت بها السيارة في الفترة دي. أنا هديكم مفتاح لحل الحاجة زي دي الأول. مبدئيا أنا طالما عندي الموضوع في أكتر من فترة فأنا لازم أرسم المسألة عشان أعرف أحلها. تحركت سيارة من السكون معناها إن أنا عندي عين تساوي صفر، أو العين قابلتني بصفر، زادت سرعتها إلى 10 متر على الثانية، يعني عندي سرعة تانية بكام؟ ب10 متر على الثانية. عندي عين في المنطقة دي ب10 متر على الثانية، خلال قد إيه؟ الزمن من هنا لهنا 4 ثواني. بعدين كملت، وصلت سرعتها إلى 5 متر على الثانية خلال ثانيتين. عايز أحسب العجلة اللي اتحركت بها السيارة في الفترة الأولى. آدي الفترة الأولى أهي. إذا أنا أقدر أحط هنا كلمة عين واحد وأجي عند دي وأحط عين التانية بتاعتي، لأن دي أول سرعة في الفترة ودي تاني سرعة في الفترة، فأقدر أشتغل سرعتين وزمن، أقدر أحسب منهم جيم. جيم تساوي إيه؟ عين اتنين ناقص عين واحد على الدلتا زي. أوي عين اتنين بتاعتي ب10، عين واحد بصفر على 4، يبقى 10 ناقص 0 على 4 يعني هتساوي 2.5 متر على الثانية تربيع. عايزين نحسب العجلة اللي اتحركت بيها في الفترة التانية. هرسم لكم الرسمة تاني قدامكم عشان تبقوا شايفين. أنا هنا كنت سرعتي بصفر، هنا سرعتي كانت ب10، هنا سرعتي كانت ب5، هنا الزمن ب4 ثواني، وهنا الزمن ب2 ثانية. أنا عايز أحسب إيه المرة دي؟ عايز أحسب العجلة في الفترة التانية هنا. يعني معنى كده إن دي أول سرعة ودي تاني سرعة، يبقى هاجي على السرعة دي وأخليها بقى المرة دي عين واحد، ودي أخليها عين اتنين. يبقى خدوا بالكم من التكة دي. المرة الأولانية أنا كنت معتبرة إن 10 دي عين اتنين، لكن المرة دي أنا معتبرها عين واحد. ليه؟ لأن هي أول سرعة قابلتني في الفترة التانية. عشان كده بقول لكم النوع ده من المسائل لازم يترسم. فأطبق نفس القانون، عين اتنين ناقص عين واحد على دلتا ازاي؟ يبقى 5 ناقص 10 على 2 بكام؟ 5 على 2 سالب 5 على 2 بسالب 2.5 متر على الثانية تربيع، يعني عجلة منتظم بسالب. بكمل هو، عايز الزمن اللازم لتوقف السيارة إذا تحركت بنفس معدل التغير في السرعة في الفترة الثانية. أرجع كده أشتغل مع حضراتكم، أدي الفترة الأولى وأدي الفترة الثانية.
قال لي عايز الزمن اللازم للتوقف، يعني الدلتا زي هنا تساوي مجهول، دي اللي هو عايز. إذا مشيت بنفس معدل التغير في السرعة، يعني قيمة جيم بتاعتها هي نفس قيمة جيم بتاعت الفترة الثانية، مش أنا كنت لسه مطلعة جيم هنا بسالب 2.5؟ يعني معنى كده إن جيم في الفترة دي تساوي سالب 2.5 متر على الثانية تربيع. عايز الزمن اللازم لتوقف السيارة، هتقف في النهاية، هتقف في النهاية يعني معنى كده إن عين الأخيرة بتاعتك بكام؟ بصفر. طيب عندي السرعة الأولى بخمسة، السرعة الثانية بصفر، العجلة بسالب 2.5، عايزين نحسب الدلتا ازاي؟ نحط قانوننا، الدلتا ازاي تساوي عين 2 ناقص عين 1 على جيم، صفر ناقص 5 على سالب 2.5، يعني سالب 5 على سالب 2.5 بثانيتين. حبيبة هشام مطلعة لي قيمة العجلة في الفترة الأولى بكسر. حبيبة لو سمحتي دوسي على زرار في الآلة الحاسبة اسمه اس دي وطلعي لي الناتج 10، ما تسيبيش الناتج كسور أبدا في الناتج النهائي بتاعك في المسألة. تمام، صراحة أنا كنت مبسوطة النهاردة جدا بيكم والتفاعل بتاعكم. كل شكري وتقديري ليكم، وشكر خاص لزمايلي في الإدارة العامة للمحتوى التعليمي. كان معاكم شيماء ديب علي، معلم أول علوم. أشوفكم على ألف خير يا رب في الحلقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.